أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. يقول السائل: هل الرد على المخالف يفرق الأمة؟ الرد على المخالف يجمع الأمة، لأنه يبين الحق، والأمة لا تجتمع إلا على الحق، ما تجتمع على الباطل. فالرد على المخالف هذا واجب. الله رد على المخالفين، والرسول صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين، والعلماء ردوا على المخالفين، ولا يجوز السكوت عن المخطئين والمخالفين، لأن هذا غش المسلمين وترويج للمخالفة والباطل. تولى الرد إلا من عنده علم، لا يتولى الرد إلا العلماء الذين يعرفون كيف يردون. ما كل يرد على المخالف. نعم.